مشكلتنا الجهات الرسمية ما جاي تعي حجم رعب هذه الأرقام. زين. احنا أمام أرقام حقيقة مرعبة. يعني أحد أيضا تقرير سابق قبل سنتين لليونيسيف ذكروا أنه 54% فقط من الأطفال في المحافظات الفقيرة يكملون تعليمهم. معناه عندنا 46%، احنا عندنا 92 إلى 94% يلتحقون بالدراسة الابتدائية، اي و54% ينتقلون إلى الثانوية، باقي تسرب. 46% ما يكمل. 90% من أطفال العراق ما يتلقون تعليم أولي، في يعني روضة روضة وحضانة. اي احنا عندنا 46% ما يكمل تعليم. زين. هذا معناه بالمستقبل شنو؟ عندنا نصف شعب جاهل غير متعلم. نصف أمي نصف أو أمي كامل، نصف أمي، نصف شعب أمي. هذا الأمي معناه فقر. هو أمي شو حيشتغل؟ ما حيصير دكتور. لا لا، معناه فقر، معناه إجرام، معناه مو معناه مخدرات، معناه حتى إرهاب. بالضبط. زين. ما هو أمي كل شيء كلها واضحة، واضحة إلي، واضحة إلك، واضحة لكل المسؤولين.